هنا الفرافرة مهلك أيها العمر تمهل علامك تحث الخطى تسرع المسير أنخ رحالك واصطبر فلنا مع الماضي موعد ووعد قديم عد بنا نلملم ما ضاع منا ونقتفي آثار مجد أصيل لن يصلح لنا الحاضر ولن نعلو أو لمستقبل نشيد ما لم نعي تماما من كنا وأين كنا وأي أصالة وفهم وفكر حملنا عد بنا نلتمس الدروب وعلى بصيرة لحاضرنا نعود لنجبر من كسر منا ونصلح ما تلف علنا ذات يوم نغدو حقا خير خلف لخير سلف ورحالنا ستحط اليوم في أعمر أحياء حلب في أرقى وأسعد أحيائها في من وصلت شهرته لإسطنبول دار السعادة في زمانه في من كانت مياهه تسقي حلب كلها وخيراته تطعم حلب وما حولها حلب العطش اليوم والجائعة حلب الرازحة تحت حكم الطغيان ومرمى قصف الجبناء حينا اليوم حي الفرافرة ملمس الزمان خصوصية وعراقة وحضارة راسخة وعمره أكثر من 800 عام كان يعرف قبل القرن 11 بالمعقلية لأنه يتاخم معقل سور المدينة ولأنه كانت تعقل فيه خيل المجاهدين وإبلهم قبل أن تتوكل في طريقها للنصر عساها تعود لتعقل اليوم فما أحوجنا لعقال وتوكل ثم غدا اسم الحي الفرافرة لعله مستوحى من واحة الفرافرة في الصحراء الليبية أو أن نسبه لبني فرفور وقد كانوا رؤساء ونقباء سكنوا الحي أو لوفرة الجاه والثراء فيه ووفرة المياه وغزارتها يبتدئ خط الحي من جنوبه بالمدرسة الإسماعيلية التي بناها إسماعيل الأنطرملي عام 55 و200 هجري وذلك شمالي قلعة حلب قرب تكية القرقلار وينعطف غربا ويمشي حتى يصير جنوب جامع الناصرية
الذي يعود إلى القرن الرابع عشر للميلاد، والذي كان كنيساً لليهود قبل أن يحوله المسلمون لجامع عرف فيما بعد بجامع الحيات، لصور حيات لا تزال على قنطرة بابه. ثم ينعطف الحي شمالاً ويمشي في هذه الجادة حتى يصل إلى شرق قسطل السياف المعروف بأبي شرابة في حضرة المحكمة الشرعية، وهو واحد من قساطل كثيرة وسبلان يفاخر بها الحي، منها سبيل الجالق وسبيل النسيمي وسبيل مؤيد بيك وسبيل الرضائية وسبيل الخابية وغيرها كثير كثير. ثم ينعطف الحي شرقا ثم شمالا ثم شرقا حتى يصل إلى زقاق المشنطط، فيثب جنوبا ليعود إلى المدرسة الإسماعيلية من جديد. وقد كان سكان الحي من الأعيان والباشاوات والولاة ورجالات الدولة ذوي النفوذ، وكانوا من أهم وأغنى العائلات الحلبية المعروفة، ومن أحفادهم اليوم آل شريف وآل مدرس وآل كتخدة وآل قدسي وآل يجن. فلا عجب إذن أن يكون دور الحي على جانب عظيم من الأبهة، بل لم يكن في أحياء بلاد الشرق طرا حي يعادل الفرافرة رفاهية وترف. ولا عجب أن يكون الحي مقصد الفقراء والزنوج الذين هاجروا من السودان ليتجمعوا فيه ويمتهنوا خدمة البيوت وبيع فستق العبيد ويستمتعوا بمذاق طعام الحي المشهور بمطابخه، ومنها المطبخ العجمي. لكن عراقة الحي وأهله لا تكمن بنفوذ أهله وثرائهم ودورهم وحماماتهم التي كانت تعد إلى عهد قريب من أمتع حمامات الشرق، ومنها حمام مصطفى باشا وحمام الخان كيرلي وحمام السلطان وحمام الزمر، ولكنها تكمن أيضا بما حمله بنوه من علم وفكر وما أنشأوه فيها من مدارس مهمة بعضها في الزوايا والجوامع والتكايا، حيث كانت تعقد حلقات الدرس لتدرس علوم الدين إلى جانب العلوم الكونية من حساب وفلك وطب، منها المدرسة العصرونية التي بنيت أيام الملك العادل نور الدين الزنكي، والمدرسة الهاشمية القديمة، والمدرسة الحسابية، والمدرسة الزينبية، والمدرسة الشعبانية، وقربها المدرسة السيافية.
وكذلك المدرسة الرضائية العثمانية التي درس فيها الأسدي، وكان والده مدرسا فيها مع كثير من كبار العلماء أمثال الشيخ محمد الزرقى والشيخ محمد الحنيفي والشيخ بشير الغزي، وتخرج منها كبار رجال الفكر في حلب. ناهيك عن المدرسة القرناصية التي أنشأها الأمير بكتمر القرناصي، كما أن عراقتها مستمدة أيضاً من جذور تمسكها الأصيل بالدين وعلو مآذن مساجدها بالتكبير، مثل مسجد الحريري ومسجد الحجار ومسجد دلال باشا. كذلك زواياه الغارقة بالروحانية والمطفية على الحي سحرا وجاذبية، كزاوية النسيم التي تضم ضريح المتصوف الشهير عماد الدين النسيمي، وزاوية قرقلار وخانقاه الناصرية التي بنتها الملكة ضيفة خاتون عام 37 و200 ميلادي، كلها معالم أعطت للحي ذلك التفوق المادي والمعنوي، مما جعل والي عكا أحمد باشا الجزار الذي هزم نابليون بونابرت يختار دارا من دوره العريقة لينزل فيها عام 89 و700 ميلادي، وجعل الشيخ محمد راغب طباخ أحد تلامذة المكتب الرشدي الذي تأسس في تكية المنصورية في الحي، وحوى العديد من المخطوطات الهامة، وكلف بعمل إحصاء لسكان حلب في حينها، وكان واحداً من 5 مكاتب في الحي في الوقت الذي كان بحلب كلها 13 مكتباً. لكن ذلك التفوق جعل معاول الغدر والحقد الأعمى تنال من الحي لتطمس آثاره وتغيب معالمه لإرادة الشر المتأصلة فيها والحقد الدفين على حلب وأهلها. أول معول للهد كان في عملية إزالة بناء المدرسة العصرونية التي هدمتها دار الأوقاف القائمة عليها عام 24 و900 ميلادي، لتقيم مكانها بناء طابقيا. والمعول الثاني كان بيد بلدية حلب حين فتحت الشارع المؤدي من الجامع الكبير إلى خندق القلعة عام 56 و900 ميلادي، فأزالت أبنية كثيرة وشوهت ما بقي من الحي. والمعول الثالث الذي حول الحي إلى ورشات ومستودعات لسويقة علي ليختفي الحي وذكره وليبقى اسما فقط مسجلا
في دائرة السجل العقاري، ولتأتي المدرعات والمجنزرات والآلات الحربية لتقصف الحي اليوم، لتستبدل هديل الحمائم وحفيف الأشجار بهدير المروحيات وعويل المحركات. فهلا وعيتم أهل حلب؟ وهلا تنبهتم لدمار ما توقف طيلة 60 عاما نال من أحيائكم وفكركم، واغتال الروح منكم يوما إثر يوم؟ أنتم يا من كنتم منارة العلم وسادة البلد، آن أوان استعادة المجد قبل فوات الأوان. Thank you.